الأهالي، هما ليه الأهالي شايفين امتحان الثانوية العامة بهذه الصعوبة؟ الإحصاء يعني، الإحصاء تحديدا النهاردة كان بدأت الشكاوى فيها بشكل كبير. الناس أهو حالة بكاء وعويل، كنت بعتقد إنه هذا المشهد هينتهي. يعني وخاصة إنه مشهد جماعي بشكل كبير في عدد كبير من اللجان. ليه عندهم هذا الإحساس، هذا اليقين بأن الإحصاء كانت سلخانة مش امتحان؟ هل الطلبة بيبالغوا ولا ده صحيح؟ إيه السبب يعني؟ يعني أتمنى إن إحنا ما كناش نوصل، هنحاول نجيب لكم الناس بأسف لبطء الإعداد في إعداد الناس اللي تبقى جاهزة. خلينا كمان نشوف في محاولة انتحار طالب في كفر الشيخ، هنشوفها معاكم بقى. وفي غش جماعي في لجنة في امتحانات الدبلوم، وفي مداخلات مع هنشوف بعض المراقبين، هنعمل معاهم مداخلات ونشوف ايه اللي تم، يعني ايه حالة الهلع دي. خلينا الأستاذة ماجدة من أولياء الأمور نفهم منهم ايه اللي مخليهم بحالة البكاء والعويل دي. أستاذة ماجدة أهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. أستاذة ماجدة قولي لي ليه عندكم الشكوى دي كده؟ والله يا استاذ وائل مش عارفه، يعني الولاد عملوا اللي عليهم بس ما اعرفش ايه اللي حصل. كل الولاد ما حدش عارف حل حاجه خالص، يعني ما فيش لا يعني ولا في لا لا الملازم ولا حاجه من الكتاب، ولا مش عارفه ايه السبب بالظبط. يعني يعني هم عندهم يقين ان الامتحان صعب، ولا يعني طالبة ولا اتنين ولا تلاتة؟ لا ده المدرسة كلها حضرتك، يعني المدرسة كلها ما حدش عارف يحل حاجة. طيب انا بشكر استاذة نرمين. استاذة نرمين اهلا بيكي. ايوه يا استاذة ايوه مع نرمين اهلا حضرتك بيكي، ايوه مع حضرتك. قولي لي انتوا ليه عندكم شكوى من امتحان الاحصاء السنة اليوم؟ النهارده الاحصاء وحش جدا جدا. ايوه انا سامعك، اتفضلي. انا سامع حضرتك، اتفضلي. والله الامتحان كان وحش جدا ومش على مستوى الطلاب خالص، وجايبينهم من بره الملزمه ومن بره اي حاجه خالص. ازاي هيجي من بره؟ يعني جايين حاجات احنا ما خدناها، البنات ما خدوهاش. حضرتك ازاي يجي حاجه زي كده؟ وبعدين هم مخوفيننا قوي من الثانويه العامه، الاقتصاد زي الزفت والاحصاء زي الزفت والبنات انهارت والمراقبين زي الزفت، بيعاملوهم معامله زي الزفت. ليه كده؟ ليه كده؟ أنا عايز أفهم. يعني إحنا بنتعب طول السنة عشان إيه؟ عشان طيب وبعدين البنات تعبت جدا، إحنا من 1/8 لغاية شهرنا هذا إحنا عمالين نحارب إيه عشان الثانوية العامة؟ طب وبعدين؟ عشان كل ده مجموع. طيب ما احنا ده اللي احنا بنتكلم فيه كل يوم، انه ليه حولنا الثانوية العامة إلى حرب بهذا الشكل يعني. خليكي معايا كده واحنا هنشوف نسأل. هسأل الدكتور رضا حجازي رئيس امتحان الثانوية العامة. دكتور رضا أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل، مساء الخير. مساء الخير. دكتور رضا، النهارده لقيت فيه شكوى جماعية أو شكوى كبيرة، يعني ما أقدرش أقول إنها جماعية لكن شكوى كبيرة ومنتشرة، وعملنا تقرير دلوقتي لقيت فيه الطالبات تبكينا يعني بشدة، اهو احنا شايفين دموع الطالبات. كنت بعتقد ان المشهد ده ينتهي. هل دي مبالغة من الطالبات ولا الامتحان فعلا تأكدتم انه كان يعني صعبا وفوق مستوى الطلاب؟ اتفضل. بص يا استاذ وائل، انا عايز اقول لحضرتك الاقتصاد والاحصاء مادتين ما بتضافوش للمجموع اساسا، يعني دي اول معلومه. يعني ما بيضافوش للمجموعه، بس فيهم نجاح وسقوط. فيهم نجاح ورسوب. احنا انا تلقيت النهارده تقرير من غرفه اتحاد طلاب مصر اكدوا ان الامتحان معقول وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن انا بناء على الشكوى اللي حضرتك بنسمعها دلوقتي انا هسرع من تصحيح العينه العشوائيه، وفي ضوء نتائج العينه العشوائيه سوف تتخذ الاجراءات المناسبه لصالح ابنائنا ان شاء الله. عينه عشوائيه اللي هي بتتاخد من مختلف محافظات مصر كده، اللي هي 5% من اجمالي الطلاب على مستوى مصر.
والله انا بشكر حضرتك يا دكتور، دايما بتتجاوب يعني، لا لا يعني ابدا، الحاله يعني قلما نجد يعني مسؤولا هنا يبقى فيه تفاعل مباشر على طول بما فيها حتى الشكاوى المتعلقه بالمواطنين في الامتحانات، وده الحقيقه كويس جدا ان الناس تتفاعل بشكل مباشر بالشكل ده. وانا اكلت لك رئيس لجنه الاورمان امس. بلغوني وانا بشكر حضرتك والله على ده يا دكتور. احنا عايزين الصالح العام والله يا استاذ. طيب دلوقتي في بعض الوقائع تانية، التسريب اللي في سوهاج بقى واللي في الجيزة. هو اللي حصل، اولا ما فيش اسئله اطلاقا من اللي اتقالت بالليل على المواقع والصبح اللي قبل الساعه 9 لا علاقه لها بالامتحان نهائي، وبالتالي نستطيع ان نقول ليس هناك تسريب. اما ودي انا بس يعني حضرتك لو دخلت على جروبات الواتساب، احنا معانا ناس في الغرفه بتدخل على الحاجات دي وبتشوف ابتزاز رهيب، ادفع ادفع 200 ادفع 400 وانا بجيب لك، وكله في الاخر وهم، وكله في الاخر وهم، لا علاقه انا بقولها ولا علاقه بالاسئله اللي اتحطت على مواقع امس وبالليل بالامتحان اللي كان موجود النهارده. بعد الساعة 9 بثلث ساعة، ثلث ساعة بالظبط، بدأ طالب شير جزء من الأسئلة من سوهاج. وبدأنا نجيب. الغريب بقى يا أستاذ وائل، ثلاثة طلبة من مدرسة واحدة. ثلاثة طلبة إيه؟ ثلاثة طلبة شيروا من لجنة واحدة. من لجنة واحدة؟ من سوهاج تحديدًا. ودي اللجان اللي أنا أقلت فيها رئيس اللجنة النهاردة، تاني برضو. وعايز اقول لحضرتك انا عندي حاجه مهمه هقولها لك. في مجموعه من الطلبه كانوا دايما بيحولوا لبعض اللجان تجاه معايا حضرتك، بيحولوا من لجان للجان من مصر كلها يروحوا لجان معينه كده. اللي هو اللي انت حضرتك كنت قلتها معايا، في لجان مشهوره بانها مظبوط بتسيبها شويه يعني، بتغشش يعني، بتسيبها شويه، فبينقلوا نفسهم من كل محافظات مصر اليها يعني. احنا مانعين ده، ولكن انا بعت للمديريات وجبت اسماء طلبه تم تحويلها بالفعل، ورصدت اسمائهم، ورصدت اسمائهم وحولت المسؤولين عن ذلك للتحقيق ان هم ازاي حولوا الناس دول بتوقيتات مش مظبوطه. الحاجه الاهم بقى ان انا الولاد دول ما قعدوش في لجنه واحده ابدا، يعني هم كانوا معتادين يبقوا في لجنه واحده مع بعض. انا وزعتهم على اللجان كلها، يبقى 2 في كل لجنه، 2 في كل لجنه، واحد وهكذا. ده الاجراء اللي انا خدته كرئيس قطاع ورئيس امتحانات، وغيرت رئيس اللجنه النهارده. فانا بقى يعني احنا ارجو بجد وحضرتك وكل الناس تساعدنا ان احنا نمنع الغش، لان والله بجد الغش ده حاجه في النهايه هتضر كل واحد طبعا بيفكر في هذا الامر. والله هيأذي المجتمع وهيأذي العائلات وهيأذي الطلبه، وفي النهايه لازم نقاومه كلنا ونتعاون في ده، مفيش فيه مجال للمهادنه ده يعني. طيب يعني مثلا المادتين ما بتضيفوش للمجموعه يا استاذ وائل، ورغم من ذلك الطلبه عاوزين يغشوا، فبتفهم تترجم ده بايه؟ واخد بال حضرتك؟ طبعا اكثر ما اخشاه انهم، لانهم عارفين انه ما يعني ما بيضافوش للمجموع، فيكون بعض الناس ما ذاكروش مثلا كويس. هي كده بالظبط، فقالوا الامتحان صعب علينا يعني، هو ذاكرها ليله الامتحان قبلها بيوم قبلها بيومين. لكن انا برضو انا ما انا انا الامتحان مرتبط بالمواصفات، لكن هعجل تصحيح العينه العشوائيه، وفي ضوء نتائج العينه العشوائيه هناخد القرار اللي في صالح ابدا. طيب انا بس عايز اتخلى عليك معايا دكتور رضا، في برضو بنت حاولت الانتحار، هددت يعني بالانتحار معايا والدتها استاذه منى. استاذه منى اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك استاذه منى. بنتك ليه هددت بالانتحار يا جماعه؟ ده ثانويه عامه يا جماعه، مش السنه دي كان عندها اقتصاد واحصاء، طبعا الامتحان كان زي الزفت. الاحصاء اولا هي ما تنضفش للمجموع وهم ادبي، طب انتوا حاطينها ليه طيب؟ حاطينها ما فيش ولا درجه اصلا هياخدوها. وبعدين طب ماشي الامتحان غير كده، اعصابهم الصبح رايحين، طبعا المفروض بيفتشوا قبل اللجنه من على بوابه المدرسه بره، 3 ستات ما فيش جهاز بتحسس على كل حته في جسمها، يعني تحط ايديها في صدرها وعلى الهانشور كل حته، بتقول لها واللي تقول لها ده تفتيش عيب، تقول لها دي عورتنا، بتقول لها تعالي انت على جنب. طب وبعد ما بتطلع
ليه البهدله؟ وتقول لها لما انتوا بتعملوا كده سقطات في الاحصاء، طب في التاريخ هتعملوا ايه؟ قامت بنتي قالت لي في التاريخ انا لو ما حلتش انا هرمي نفسي من ثالث دور. هو بص يا مدام منى، خلينا نتعاون في موضوع الـ التفتيش ده، بس زي ما حضرتك بتقولي التفتيش له قواعد طبعا، يعني ما طبعا طبعا طبعا. انما تفك شعر بنت عشان تحسس عليه، طب ليه؟ وبعدين كان في محاولة انتحار الصبح قدام البنات، بنت من عزبة باباها ووالدتها جايبينها الصبح، فبتقول لهم حرام عليكم انتوا بتعذبوني، مش عايزة اخش مش عايزة اخش. ابوها يقول لها عشان خاطري جارت من ابوها على البحر، ده قدام البنات الصبح قبل اللجنة ما تخش، مش عايزة تدخل الامتحان، مش عايزة، بتقول له انت بتعذبني، حرام عليك انت بتعذبني، ده في كلام ده في مدرسة البنات على البحر. ليه مش عايزة عندها حالة رهبة يعني وخوف يعني. قالت له حرام عليك انتوا بتعذبوني. وبعدين ابوها جاي يقول لها عشان خاطري بتحلي، جت البيت جارية على البحر. طبعا الاهالي مسكوها وهد، يعني قعدوا يهدوا فيها، فالراجل قال عليها العوض، يلا يا بنتي نروح. فالاهالي مسكوه بالراحة ومسكوها، تبخشي عشان خاطرنا، تبخشي عشان خاطرنا، جال اعصابهم باظت. وعياط النهارده، انا بنتي جت بتقول لك انا مش داخله الالماني يوم الخميس، انا مش داخله الالماني، ليه يا بنتي؟ طب بالراحه، احنا اعصابنا باظت خالص. المدرسه النهارده قالت لهم لما انتوا بتعملوا كده في اقتصاد واحسن، وريني بقى في التاريخ هتعملي ايه؟ بتقول لي حرمي نفسي من طب ليه ترمي ليه طيب؟ طب ماشي طيب. هدوهم. طيب، وانت بناء على كده بنتك يعني هددت بالانتحار بسبب ده؟ من لجنه ارمي نفسي من ثالث دور يعني. فباباها قال لها يعني بتقول له طب انا هعمل، قال لها هتموتي كفره مش هتعيرك. طيب انا بس بالصدفه معانا احنا الدكتور رضا، بنسكل على حضرتك بس عشان يبقى فيه يعني تجاوب مع الاهالي. اولا بتتكلم عن التفتيش، والتفتيش الدقيق ده يعني بيشعر احيانا البنت بانه بمثابه يعني انتهاك لها يعني. اتفضل. لا انا مش مع ده خالص، ولا وبكره هتبلغ الناس التفتيش يبقى بشكل برضه مهذب وفيه معايير واضحه، لكن برضو عايز الناس تتعاون مع الناس. هو انا بدخل في المطار مش بتفتش وبرفع ايدي كده وبقول اهو يا جماعه انا اهو، فلازم برضو الناس تتجاوب، وهو يوم ما تتجاوب الامور هتمشي بسيطه جدا. طيب طبعا يعني هي طبعا هنا نتيجه طبعا اعصابهم تعبانه كمان فبيتعاملوا مع التفتيش، لكن خلونا نتعاون يا جماعه في موضوع التفتيش ده، لان في ناس بالتاكيد يا دكتور عايزه تدخل موبايل، تدخل اي حاجه في الامتحان يعني. طيب في بس حاله واحده معانا كمان، بنته راحت متاخر. استاذ جمال، مع حضرتك يا استاذ وائل، استاذ جمال عشان معانا بس اقول الدكتور رضا حجازي بسرعه عشان ما نقولوش اكتر من كده. دكتور جمال قروف يا استاذ في جامعه المنصوره، ازي حضرتك؟ انت استاذ في جامعه المنصوره؟ استاذ جراحه في كليه الطب بيطره جامعه المنصوره. بنتك راحت الامتحان متاخره قد ايه؟ متاخره بامانه نصف ساعه او نص ساعه دقيقتين او الا خمس دقائق. ما دخلوهاش؟ لا ما دخلوهاش حضرتك، وكانت منهاره ورحت لها معاها. هو التاخير بسبب ايه؟ ان حضرتك حصل جزء من المواصلات وهي نزلت متاخره لظروف كده، ف انا اتحلنا على، كان في فرصه ان هي تدخل تحل كويس جدا، خصوصا حضرتك ان احنا منزل كلهم متفوقين، يعني كان عندنا الثانيه ثانويه عامه وثالث ثانويه عامه، فما شاء الله. ده 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 في لجنه ايه يا دكتور جمال؟ دي سعادتك في لجنه في بطره طلخه، ده قهليه يا بيه. طيب دكتور رضا، بطره طلخه ده اهليه، البنت رايحه الامتحان متاخره نص ساعه الا خمس دقائق فمنعوها من الدخول. استاذ وائل انا اقصى حاجه عندي 15 دقيقه، وترجع ايضا الى رؤيه رئيس اللجنه. بعد 15 دقيقه لا خلاص انتهى. بعد 15 دقيقه ممنوع ان اي حد يدخل. طبعا. انما 10 دقائق خمس دقائق ترجع لرئيس اللجنه برضه، لكن بعد 15 دقيقه انتهى الكلام، لان الامتحان اكتشف حريته خلاص. طيب يا دكتور جمال، دي يعني قواعد ولا بد ان نطبقها يعني، صحيح يعني ما كانش ما فيش حد يتمنى ده، لكن دكتور رضا بيقول ده قاعده، بعد 15 دقيقه ممنوع حد يدخل. ماشي يا ريس، انا مقتنع بكده سعادتك. انا في الجامعه وساعات طلبه بتيجي ظروفها قهريه بتتاخر نص ساعه،
لان بيبقى فيهم اسلوب مواصلات وفي حاجات، احنا بنراعي روح القانون وبنضطر ندخلهم حفاظا على عليهم وعلى مستقبلهم. طيب ده يعني دكتور رضا، طبعا موضوع الوقت ده ما فيش فيه مرونه يعني ولا تفاهم. هو روح القانون في الربع ساعه، لحد الربع ساعه. روح القانون في الربع ساعه. دكتور رضا حجازي، الف شكر على تفاعلك وتجاوبك مع مشاكل المواطنين على الهواء مباشره. يعني الثانويه العامه كل يوم هنلاقي في مشاكل شكاوى، لان الحقيقه جعلناها معركه مصيريه. بشكرك يا دكتور رضا، الف شكر. بشكركم جميعا. هنا طبعا يا جماعه الناس اي شكاوى واي مشاكل هنحاول نوصلها بعضها قابل للحل، زي الشكاوى اللي ناقشناها معاكم بالامس، بعض اللجان اللي فيها يعني حاله من الفوضى. تدخل الدكتور رضا وبالفعل اقال رئيس لجنه قلنا له امبارح عليه، وبالفعل تاكد من ده وتم اقاله رئيس اللجنه. كمان الغش، خلونا كلنا نقاوم الغش. ما تقولش بقى ما انا عايز ابنك او بنتك تنجح، يعني هتنجح بالغش يبقى الحقيقه ده نجاح ليس عادلا ولا يمكن ابدا ان يكون فخرا لها ولا ليه. خلونا نتعاون في مواجهه الغش، لانه الحقيقه بيدمر العمليه التعليميه وبيدمر العداله في المجتمع. خلونا بسرعة كده هطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل معاكم قضايانا المختلفة.